Hey guys, welcome back to a new video on Islam Break. هاجم رح كون عم بحكي عن الانتخابات. Okay. Keep in mind, أنا ماني منتمي لأي حزب سياسي ولا فكر مع حدا منهم ولا صراحة بهمني حدا منهم. بس بدي أحكي على هيدي البروباغندا اللي عاملينها, هيدا التفكير الخرا اللي ماشيين فيه و etcetera يعني إلى آخره. Anyway, نبلش. أول شيء. جايز لاحظتوا انه نحن ماشيين على الطريق منشوف 4000 بيلبورد ل 5000 مرشح, يعني صراحة بعد في 6 بس ما ترشحت للانتخابات, وكل واحد منهم عنده بلان وكل واحد منهم عنده سلوغن, افري سلوغن ابشع بالتاني, وافري سلوغن ما له طعمة وما له عازة. هلا هون رح احكي عن بس انا the sad truth تبع لبنان, هي الحقيقة التعيسة اللي نحن عايشين فيها, يلي هي انه لولا مين لو انه مين ما كان اللي صوتوا له رح يضلوا النظام هو ذاته, رح يضلوا الفساد هو ذاته, لأنه إذا مش البي ترشح الابن ترشح, إذا مش الابن ترشح خيه سته جده أمه ابن عمته, وكله ماشي بنفس السيستام, كله ماشي بنفس البوليتكس. أما للأحزاب اللبنانية اللي كتير منكم بينتموا إلها, no disrespect يعني one of them, calm down. بس الفكرة أنه إذا بدنا نشوف أي نوع من تقدم بالمجتمع اللبناني, بدنا نغير او بدنا نشيل تكنيكلي كل هالاحزاب اللي صار لها 5000 سنه لقطه لبنان بزلعيمه وعم يدعسوا على راس الشعب, والشعب مثل الخواريف صراحه بيقعدوا. وفيرست اكزامبل من الشعب مثل الخواريف لتشوفوا انه الاهل بيعلموا الاولاد والاولاد بيعلموا الاولاد واتسترا اتسترا اند جوز اون. اوكي طيب, انا من جمعه ماشي على الطريق بسيارتي, بشوف سياره قدامي طالعين منها بنتين وصبي عمرهم ليترلي عمرهم ماكسيموم 15 سنه, ماكسيموم 15 سنة. Keep in mind أنا عمري 26. أنا ب 26 ماني منتمي لأي حزب سياسي, لأنه أنا صراحة ما كنت خلقان عايم الحرب الأهلية. So أنا ما بعرف شو صار تحديدا, سامع خبريات بس الخبريات كلها منحازة. أوكي؟ So هون عمره 15 سنة عم بلاحوا بأعلام, ما راحوا لأي حزب, عم بلاحوا بأعلام وحاطين موسيقى على صوت عالي وعم بكسروا بالسيارة بالمنطقة. طيب أنتو كأهل شايفين ولادكم عم بيعملوا هيك, مبسوطين فيهم؟ Is it a proud moment for you؟ يعني أنتو إنه أو ماي جاد ربيت ابني وبنتي ليعملوا المظبوط. بيعرفوا يفكروا. Think about it شوي, عن جد فكروا فيها شوي. اوكي تاني شي, انتو حبيبي سامعين خبرية الحرب من اهلكم. اوكي؟ اهلكم منحازين ومحيزين لحزب من الاحزاب, لدين من الديانات, لطائفة من الطائفات, شو ما كانت تكون منحازين. ما في حدا ما عمل شي بالحرب, ما في حدا قاعد على جنب كان انه انا البريء, جايز بليز ما تقوصوني بس انه قوصوا. اوكي؟ كل العالم فظعت بالحرب, كل العالم شي يعني انه So technically, يعني the biggest proof على هالموضوع نحن عصلا ما عنا بكتاب التاريخ شيء أكثر من الاستقلال, ما عنا نحن بعد هو ذاته, بعد ما وصل للحرب الأهلية, بعد ما عنا the version يلي الكل موافق عليها أنه ها هيك صارت, لأن ما حدا عنده إياها لهالversion أصلا, كل واحد بعده كمش على حاله أنه أنا ما كان معي حق وأنا كان معي حق. Anyway, الانتخابات رح ترجعوا تنتخبوا نفس العالم, رح ترجعوا تنتخبوا نفس الأحزاب, رح ترجعوا تنتخبوا نفس الطائفات, نفس البوليتكس, وكل هودي الوعود الفاضي اللي عم بيوعدوكم فيهم انتو عم بتصدقون. جايز ما تنتخبوا, اريح اذا ما حدا بينزل ينتخب اريح, لانه what's the point, it's all gonna be the same, رح تضلها هي ذاتها, ما في شي رح يتغير. وهلا اللي بيقلي بالكومنتس انه بلا اذا بتصير تنتخب بتغير, واذا بتعرف البلان تبع هيدا والبلان تبع هيداك اسمه كذب قدام منتخبين عالم وحسب البلان تبعهم والتغيير والتصليح ومدري شو, وما حدا بيعمل شيء, بيختفي حسهم بيقعدوا عشان بس هي خلص وصل وصار نايب, وشو فرقنا معه انت يعني, انت قاعد بيتك عم تاكل خرا وهو قاعد فوق على الكرسي وروق تشيل. فكروا فيها شوي, عن جد فكروا فيها. اوكي للعالم يلي برا يلي جايين هلا عم بيعملوا حاله كله لبنانيه هلا وعم بينتخبوا ومنزلين صور على السوشيال ميديا انه انا عم بنتخب وانا عم بنتخب وانت روح انتخب, يا ما قاعد معكم كمان انتو وبتسبوا وبتنشوا عرض لبنان, واذا لبنان ولع بامه وبيه وما بتدعسوا فيه اصلا. اوكي سو ما كتير تعمل الحركة اللبنانية ولقيتوا الأرزة, مبروك الأرزة بقلبكم, congratulations, يلا روحوا زرعوها برا. اوكي بس المساج من الفيديو جايز, قبل ما يجي الأحد فكروا شو عم تعملوا, فكروا مين بدكم تنتخبوا, فكروا إذا رح تنتخبوا, وبليز بلشوا ربوا ولادكم بطريقة مزبوطة, ما بقى تخلون ينحازوا لهالأحزاب, ينحازوا لهالتصرف القديم البشع الرجعي اللي ما بخلينا ندعس دعسة وحدة لقدام. اوكي thank you for watching this video, I hope you enjoy it, like, share, subscribe, and I'll see you guys in a new video next week. See ya.